طب انا اعمل ايه عشان اغير لك المود ده؟ بجد ما بقتش عارف اعمل ايه. غصب عني يا فايق والله، من ساعة ما نزلت البيبي وانا مش مبسوطة خالص، خايفة اكون غلط. اصلا انا كان نفسي في بيبي قوي، سيبك بقى ابن ادهم ولا ابن مين، بس انا بجد كان نفسي يبقى عندي بيبي. بعدين خايفة ربنا يعاقبني لو جيت عايزة اتجوز وخلف تاني، مش عارفة بقى. ده غير طبعا الكلام اللي عمال بيقوله ادهم من ساعتها، ده ما هو ده قرف وجع دماغ برضو يعني. يا وسيلة يا وسيلة، قلتلك انسي كل الكلام اللي قالهولك ادهم ده، لانه ملوش اي اساس من الصحة. انتي مودك وحش عشان البيبي، البيبي وبس. وصدقيني اللي حصل ده رحمة، رحمة من ربنا، لانك لو كنت احتفظتي بالبيبي ده كان ادهم هيفضل في حياتك لاخر يوم في عمرك. محاكم، مشاكل، هيفضل مع مين؟ اصل البيبي ده بيبقى رابط ما بين الزوج والزوجة حتى بعد الطلاق. ما هو انت عشان تربي البيبي كويس لازم تتناقشوا وتتكلموا في كل حاجة بتخصه. وكده هتلاقي ادهم موجود في حاجات وتفاصيل كتيرة في حياتك وغصب عنك ومضطرة، ومش هتقدري تقولي لا. في الوقت اللي انت لازم تخلصي منه للأبد عشان عمرك ما تفتكري اللي حصل لك منه. كملي حياتك مبسوطة ومرتاح. ومين عارف، مش يمكن ربنا يكرمك لو حصل واتجوزتي مرة تانية. الله أعلم. لا لا لا، المود ده مش عاجبني خالص. بقولك ايه، يلا بينا، انا هاخدك مكان نغير المود ده. لا يا فاي بليز والنبي، مش عايزة، ماليش نفس بجد. ايه انت مش عايزة تخرجي معايا ولا ايه؟ ده انا ما صدقت بقيتي سنجل. ايه ده؟ والله لا في زوج اللي شويه يطب عليا ويتخانق معايا ولا بتاع. ايوه كده اضحكي. يلا بينا. يلا يا مدام منال، انا ما اقدرش اعمل كده. انا ايه بس اللي خلاني قلت لكم؟ بقول لك ايه، انت لو ما جيتيش معايا النيابه عشان تشهدي انا اللي هقتلك، مش فايق، فاهمه؟ انت بتهدديني، بس انا عارفه ان عمرك ما هتعملي كده. انا عارفاكي كويس. جرايه يا ست ليز، احنا هنعيط جنبك ولا ايه؟ ما نبطل نغني على بعض. بقول لك ايه من الاخر، انت عايزه كام؟ انا مش عايزه منكم حاجه، انا عايزاكم تسيبوني في حالي وتبعدوني عن قصتكم دي خالص. ما هي قصتنا دي مش هينفع تكمل الا بيكي. هدفع لك 100,000 جنيه بس تيجي تشهدي في النيابه. 100,000 جنيه؟ شفتي بقى مدام منال كريمه معاكي قد ايه؟ هتبخلي انت عليها بقى بشهاده صغيره زي دي؟ اظن الست كده عدها العيب، وانت بالمبلغ المعتبر ده تقدري تفتحي اي مشروع وتبطلي بقى خدمه في البيوت وتبقي هاني. هو انا هلحق؟ هو فايق بيه كان هيسيبني؟ ده هيموتني انا وابني. يوه، وبعدين معاكي عايزه ايه بالظبط؟ انا عايزه الامان، الامان اللي فلوس الدنيا دي كلها ما تعوضنيش عنه. فايق عايزك ثواني لو سمحت، ممكن تسبقني على المكتب؟ طبعا حاضر. ميرسي. سمر يا ريت تشتغلي شوية، عشان مش عارفة ليه عندي إحساس إنك ما بتشتغليش بجنيه اليومين دول. إيه ده؟ هو إيه اللي جابلك الإحساس ده يا وسيلة؟ ما أنا بشتغل كويس أهو. إيه اللي جابلي الإحساس ده صحيح؟ يمكن عشان منين ما بعدي اليومين دول بلاقيكي تربى الضحكة من الودن للودن ولا كأنك في كوكي بارك؟ مع إني متأكدة إن مفيش أي حاجة تبسط في الشغل اليومين دول بصراحة. خير يا وسيلة، في حاجة؟ في ايه؟ انا عايزك تسالي على نتيجه الخبير في الورق العرفي. انا مش فاهمه انت كل ده ما طمنتنيش ليه. انا حاسه ان ده الموضوع الوحيد اللي هيريحني من الهبل بيقوله ادهم في موضوع الدي ان ايه ده. ما تريحني يا اخي، انت صعبان عليك تريحني. متاخر عليا في الموضوع ده ليه؟ جرايه يا وسيله، في ايه؟ انا مش متاخر عليكي في حاجه، كل الموضوع ان انا بعمل 100 حاجه تانيه. بعدين الموضوع ده محتاج وقت، فحص التوقيعات والحاجات دي مش سهلة. عموما ما تقلقيش، هفضل اتابعهولك اكتر من النهاردة، تمام كده؟ تمام. ماشي. ايه ايه ايه؟ ما تقعد معايا شوية.
انت وراك حاجه معينه يعني؟ لا مفيش. طيب اطمن لو في حاجه في الشغل ناقصه. يا سلام، هو الشغل هيطير؟ لا اقعد معايا، احنا بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض، وبعدين انا عندي موضوع عايز اقوله لك. ماشي اتفضل. ايه هو الموضوع بقى؟ انا كنت عامله عزومه كده النهارده لطارق اخويا ومراته، وكنت عايزاك تبقى معانا. طارق ومراته؟ هو طارق اتجوز؟ يوه، ده اتجوز وقرب يخلف، وانا لسه ما شفتش مراته ولا عملت لهم احتفال ولا اي حاجه، فبفكر يعني اعمل لهم لمه عيله النهارده في البيت، فاميلي جاذرينج يعني، فاهمني؟ يعني انا بقيت من الفاميلي دلوقتي؟ اه. ايه يعني، واحنا نعكك معانا في مصايبنا ومشاكلنا كلها وننساك في اللحظات الحلوه؟ اكيد لا يعني. ماشي، هبقى معاكي بالليل في عزومه الفاميلي دي. ماشي. طب اسيبك انا بقى عشان تشوف شغلك. يوهو، امشي يا فاي امشي، طالما مخنوق قوي انك قاعد معايا. لا مش عايزاك تبقى جاي على نفسك. يا بنتي جاي على نفسي ايه؟ وانت بتقولي شكل للبيئه النهارده؟ لا بس ما تقعد يعني. ايه؟ حاضر اهو كده كويس. ايه هتيجي الساعه كام بقى؟ انت عايزاني اجي الساعه كام؟ عايزك تيجي دلوقتي. فايق بيه؟ في واحد بره اسمه دكتور بهيج الرايق، عايز حضرتك. بهيج الرايق؟ طب دخلي بسرعة. حاضر يا فندم. اتفضل يا دكتور. صديق قلب الوحيد والباقي كله تقليد. يا راجل يا بكاش، قول كلام غير ده. انت فين من زمان؟ ده انا نسيتك يا راجل. ما انت عارف يا فوقه، مركز علاج الادمان بتاعي واخد كل وقتي، مش فاضي حتى اسرح شعري. هو انت حيلتك شعري عشان تسرحه؟ على راي المثل، لا تصاحب لقرع ولا تاخد منه نصيحه، لو ربنا بيحبه ما كانش خلاها له سطيحه. بس بيقول لك اسال واصلع واستشيره، ده شعره وقع من كتر تفكيره. قول لي بقى، ايه اللي فكرك بيا النهارده؟ في الحقيقه كنت قلقان عليك، جيت لي في الاحلام كذا مره كده، يعني قلبي وكن عليك، قلت اجي اطمن عليك واشوف. ايه اللي فكرك بيا النهارده؟ ايه المصيبه اللي انت واقع فيها وعايز نخرجك منها؟ قول على طول قول. في الحقيقه فايق، انت حافظني كويس قوي، مش هعرف اكدب عليك. وانا تحت امرك. قول لي تشرب ايه الاول؟ لا 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 ما تتعبش نفسك، انا لسه ضارب شوبين دلوقتي جنزبيل. شوبين مره واحده؟ احسن جنزبيل يا فايق، بيظبط المسائل. هي مسائلك دي ما بتتحلش ابدا. انا في زغرس احل اجعصها مساله. هو انت هتقول لي؟ ما انا عارفك عطاط قديم. قول لي ايه مصيبتك المره دي؟ مفيش ابدا. دخلت عليا واحده بنت جميله مريضه عندي في مركز الادمان، دخلت عماله تكسر وتزعق، تلطم وتصوت وتشد في شعرها. انا قلت ادي لها حقنه مهدئ عشان تهدى، خدت الحقنه من هنا، بصيت في وشها تحولت بعد حاله الهيزيتيتد اللي كانت فيها، لقيت عينيها بقت قمر بدر، رحت واخدها في حضني احتويها، اطبطب عليها عشان البنت الغلبانه المسكينه لما تفوق تحس ان الدنيا لسه بخير وفي امان. فجاه ابوها دخل عليا، لقاني ببوسها، شلطين الم بهدني. قلت له يا راجل افهم، انا بديلها قبله الحياه. قال لي لا يمكن، راح الاسم عمل محضر تحرش. قبله الحياه؟ قبله الحياه مره واحده علي انا يا بهيك؟ هي عدتك ولا هتشتريها؟ اطلع من دول بقى، ده انت اسمي على مسمى. ايه؟ انت هتعمل زي ابوها ولا ايه؟ يا راجل انت عارف اخلاقي كويس. انا عارفها وبس، ده انا حافظها صم. على العموم ما تقلقش، سيب لي الموضوع ده وانا هخرجك منه زي الشعره من العجينه. بجد يا ربنا يخليك ليا، وربنا ما يرميك في حضن بنت وحشه ابدا. كده الدعوه ناقصه. وابوها يخش عليك ويقفشك. ايوه كده. كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده،
بس للاسف عندي ميعاد مهم. لا حبيبي، روح مواعيدك وشوف شغلك وان شاء الله هنتقابل تاني وتالت ورابع ان شاء الله. سلام يا وجع. سلام. مع السلامه يا قبلة الحياه. بابا بقول لك ايه؟ ما شفتش البنطلون الجينز بتاعي؟ ما انا غسلتهولك يا حبيبي. ده كان فين الموبايل بتاعي؟ الموبايل بتاعك؟ هو حضرتك ما فتشتش جيوبه قبل ما تغسله؟ معقوله برضه هفتش جيوبك يا حبيبي. تلاقي الموبايل بتاعك منطور هنا ولا هنا؟ يا بابا انا متاكد ان الموبايل كان في البنطلون. عموما يا سيدي انا غسلته ونشرته وهو نشف كمان. اتفضل يا سيدي. الله. فعلا. ده الموبايل طلع في جيب البنطلون. ده اسمه كلام ده يا بابا. هو مش بينطق اهو. يا سيدي ما تكبرهاش قوي كده، تلاقيه فصل شحن بس. فصل شحن ايه بس؟ ده فصل كل حاجه. عليه العوض ومنه العوض. مش فاهم ليه الواد ده حظه ملطش معايا قوي كده. اتفضل الشاي. شكرا. أنا جاية بس علشان أشكرك على وقوفك جنبي يوم خناقتي مع كوكي. تشكريني على إيه يا سهى؟ أنت في الأول وفي الآخر بنت خالي. بنت خالك بس؟ وكنت خطيبتي. كنت؟ صدقيني يا سهى، أنا عملت كده عشان بحبك وخايف عليكي. واللي يحب حد ويخاف عليه يعمل اللي أنت عملته ده يا أحمد؟ أنا عملت كده عشان مش عايزك تضيع عمرك وأنت مستنياني. أنا مش عارف لسه بكرة مخبي لي إيه. مش عايز أوعدك بحاجة وما أقدرش أوفي بيها. يا سهى، انت اللي زيك ما يستاهلش غير كل خير، وانا مش عايز اظلمك معايا. وانا لسه بحبك يا احمد، وهستناك لحد ما تقف على رجليك، عشان ما عنديش استعداد ان انا اتجوز حد تاني غيرك. ارجوك يا سهى، انا مش عايز عواطفك تاثر على قرارك. انا مش عايزك ترجعي تندمي تاني. اندم؟ اندم ايه يا احمد؟ انا هندم بجد لو احنا سيبنا بعض. انا فتحت عيني على الدنيا لقينا نفسنا بنحب بعض عيال صغيرين. قلت ايه يا احمد؟ ما ترد. انت لسه هتفكر؟ خلاص فكرت. وايه؟ ايدك الراحة تضايقتيها ولا ايه؟ عشان ما تخرجش تاني. هتلبسيني الاثنين بس. هيك يلا اهو، يلا ده غروطه يلا. انا لازم